وشهدت محافظة كربلاء مسيرات حاشدة لإحياء الذكرى الثانية لانتفاضة تشرين الشعبية، حيث هتف المشاركون باسم العراق والشهداء مؤكدين بقائهم على العهد لاستردادي جميع الحقوق المسلوبة. اليوم نستذكر انطلاق ثورة تشرين العظيمة منذ انطلاقتها الأولى منذ 1/10/2019، والرحمة والخلود إلى شهدائنا شهداء ثورة تشرين. نطالب علما احنا بالدرجة الأساسية هو الكشف عن قتلة المتظاهرين في جميع المحافظات، ونطالب بالكشف عن المغيبين الذين طالت عليهم منذ سنتين أو أكثر مثل سجاد العراقي وال أخوة المتبقين. خرجت هذه الاحتجاجات لكي تخلص العراق من هذا الفشل. ساحة الشهيد إيهاب الوزني، اليوم جماهير محافظة كربلاء وثوار محافظة كربلاء خرجوا إلى ساحة التحرير لكي يقولوا كلمتهم. هذه الذكرى الثانية لثورة تشرين المباركة، أن في الحقيقة هذه الثورة التي خرجت من أجل حقوق العراقيين ومن أجل الفقراء والتي ضحت بألف شهيد. صار لخمس أشهر أريد دم إيهاب وما أجوز من دم ابني، أريد دم ابني بدال ابني. ابني راح عن بمكانه، شلون ابني كان يسوي للشباب وما قبل انكتل من وراء المتظاهرين، قلت له ما اطلع ما قبل يطلع، قال لا هذول شلون اعيفهم، انا من سمت لهم.